ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة هوريكم الجزء الثاني اهوت بتاع ازاي اعمل لعبة. طيب اهوت انا ايه جيت هنا كده، اول حاجة حطيت هو دوت هنا كده من عند الاحداث، تمام. حطيت دوت هنا كده من عند المتغير اهوت، بس كنت الاول حطيت هنا كده السكور، حطيت هنا كرر مستمر اللي هو ايه فوريفر، ثانية واحدة اهوت حطيته من هنا اهوت، تمام. حطيت بعديه كرر، حطيتها 30 مرة. حطيت هنا كده من عند الموشن اللي هي الحركة هي ديت عشان تتحرك عشوائية. حطيت هنا الملامس عشان اول ما المس مثلا اي حاجة، يعني مثلا زي اما لو لمست كوكب الارض يجيب لي ايه نقطة، تمام. اهوت ايه عشان انا في الشمس خليته ايه يجيب لي سالب، تمام، يبقى سالب واحد. وهنا ايه حطيت ديت كده، تمام، ديت كده النتيجة النهائية. طيب اما اجي اجربها بص هنا كده اهوت، انا لو لمست كوكب الارض مثلا كوكب كده اهوت، لو لمست الشمس هيديني سالب، ثانية واحدة اهوت، لو لمستها تاني هتديني سالب. انما لو رحت مثلا لمست كوكب الارض كده، ثانية واحدة اهوت، اداني ايه موجب اهو كده، تمام. وبص كده، عرفت كل صفاتكم. كان معكم الطالب احمد محمد.